إلى الأحوال الجوية والطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعلى عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.